ينضم إلينا من الخليل الدكتور أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور أحمد معنا في هذه التغطية. وبعد التحية، كيف يبدو لك الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد طرح فكرة اليوم التالي لما بعد حرب غزة؟ أهلا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. أعتقد بأن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال بعض المواقع قد كشف لغز ما حدث بالأمس في الكابينيت، حيث أن بنيامين نتنياهو الذي حارب على عدة جبهات وفشل بها وخرج مهزوما، خاصة فيما يتعلق بمسألتي الأمن وإعادة الأسرى، من معرفته بطبيعة سمودريتش وبن كبير شركائه في الحكومة، أنا أعتقد وهذا استشفه من بعض ما نشر صباح هذا اليوم بالصحف والمواقع العبرية، بأن بنيامين نتنياهو قد قام بنصب كمين إذا ما جاز التعبير لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومجموعة كبيرة من ضباط جيش الاحتلال، حينما أحضرهم أو استدعاهم للقاء الكابينيت مجلس الحرب، والذي نعرف تماما بأن عقلية الذين يعني يرتقون حول طاولة الحكومة هي عقلية صهيونية إلى حد ما، يعني نستطيع القول بأنها متحجرة خلف فكرة معينة. بدأ النقاش في جزئيات معينة وصولا إلى فكرة الإدارة غزة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي أو ما بعد انتهاء الحرب، وهنا يعني أفصح وزير الدفاع ورئيس الأركان عن المبادرة أو عن الورقة التي سبق وأن أعداها، وأنا لا أرى بأن إعداد ورقة من خلال وزير الدفاع تكون بعيدة عن موافقة رئيس الحكومة. نقاط الخلاف في هذه الورقة يعني تتكون من جزئية عدم إدارة الاحتلال لشؤون غزة وأن يدير الفلسطيني نفسه بنفسه، وهنا تفجر الاجتماع وصولا. دكتور أحمد، يعني لدي سؤال في هذه النقطة بالتحديد، يعني خاصة يعني أنت تشير بأن نتنياهو نصب فخ لوزير دفاعه، لماذا سيفعل ذلك نتنياهو، خاصة وأن يعني هو بحاجة إلى كل صديق ولكل داعم في هذا الوقت، خاصة في الداخل الإسرائيلي، لأن هناك من يرى بأن نتنياهو وحكومته ربما أيام معدودة تفصلهم عن حل هذه الحكومة؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال الهام. القاعدة التي يسير عليها بنيامين نتنياهو هي قاعدة فرق تسد. بنيامين نتنياهو منذ الأيام الأولى للحرب هاجم جهاز المخابرات العام الشباك، وهاجم جهاز الموساد الجهاز الأمني للمهام الخارجية، وكذلك هاجم الاستخبارات العسكرية، وصولا إلى مهاجمته وابنه يائير الذي يعيش في ميامي للجيش، واتهامه بالكثير من الاتهامات التي يعني تمس طميم جيش الاحتلال. قاعدة بنيامين نتنياهو في هذا الاجتماع، في اجتماع الأمس، والذي حقيقة هو فخ تقوم على بأن سيتحول بنيامين نتنياهو إلى مدافعا عن الجيش وعن المؤسسة الأمنية والعسكرية أمام الوزراء الآخرين، وهم سمودريتش بن كفير وستروك الذين هاجموا الجيش يعني بعبارات نابية كما وصفت. وبالتالي الآن يخرج بنيامين نتنياهو من دائرة الخلاف ما بين التفاصيل الإسرائيلية إلى أن يكون الراعي والمصلح إذا ما جاز التعبير بين مكونات الحكومة وبالتحديد الجيش الذي أسيء له بالأمس، ومغادرة الضباط الذين رافقوا رئيس الأركان الاجتماع على تعبير صريح من الجيش على أنهم تلقوا إهانة من الوزراء. وبالتالي الآن نتنياهو سيظهر بمظهر الموفق لما بين الحكومة وبين الجيش، في الوقت الذي كان بنيامين نتنياهو من أشد الذين يهاجمون في المجتمع الإسرائيلي على اعتبار بأنه استباح الجيش والمؤسسة الأمنية من خلال مهاجمتهم بأكثر من مناسبة. ونذكر التغريدة على تويتر التي يعني قام بتغريدها قبل حوالي شهر ونصف، ثم عاد بسحبها بعد أن موجه برفض كبير ومعارضة شديدة داخل المجتمع في إسرائيل. طيب، هل هناك أيضا خلافات حول مسألة فريق التحقيق الذي يعني كان هالفي يريد أن يقوم بالتحقيق فيما حدث بالسابع من أكتوبر، وهل الخلاف حول الأسماء، يعني نتحدث عن مفاز وزير الدفاع السابق ورئيس الأركان الأسبق، يعني هل الخلاف حول الأسماء أم حول فكرة تشكيل الفريق ليحقق فيما حدث في السابع من أكتوبر؟
بكل تأكيد. أولا هي ثلاث نقاط التي يعني فجرت مسألة اللجنة. الأول وهو بأن مخرجات اللجنة ستكون معروفة، وهي معروفة منذ اليوم الأول عندما أعلن كافة قادة الجيش وعلى رئيس أركانه إضافة إلى هيرسالي إضافة إلى قادة الاستخبارات وقادة المخابرات وقادة الموساد بفشلهم. إذا ماذا ستبحث اللجنة؟ تشكل لبحث فشل، الفشل أعلن عنه بشكل مسبق. الجزئية الأخرى وهي وجود شؤون مفاز، الاحتجاج كان على شخص شؤون مفاز كوني يعني رئيس وزارة الدفاع بان حكومة أرييل شارون من عام 2002 ولغاية 2005، والتي أشرفت على الانسحاب من قطاع غزة والذي وصف بالهروب من قطاع غزة على لسان سمودريتش في لقاء الأمس. الجزئية الثالثة وهي في غاية الأهمية، لا ترك الأهمية عن الجزئيتين الأولتين، وهي هل هذه اللجنة تم تشكيلها بمعزل عن بنيامين نتنياهو، وهل ما طرح من أسماء اللجنة طرح بعيدا عن بنيامين نتنياهو؟ كافة الأوساط الإعلامية تقول لا يمكن لرئيس الأركان إلا أخذ موافقة تشكيل لجنة إلا بأخذ موافقة وزير الدفاع، ولا يمكن لوزير الدفاع أن يقدر هكذا لجنة إلا بالتنسيق مع وزير الدفاع، إذن مع رئيس الحكومة. إذن رئيس الحكومة الذي يسود الاعتقاد من خلال المعرفة السابقة بأنه مطلع على تفاصيل هذه اللجنة وأدواتها بشخوصها، إن كان فركش وزير رئيس السفارة السابق أم سامي ترجمان قائد المنطقة الجنوبية السابق أو يعني قائد آخرين لسه يعني أسماءهم بعيدة عن التداول كشؤون مفاز، وأن يبدي رأيا مغايرا في جلسات الحكومة. هذه الجزئية هي التي تفجرت المجتمع الإسرائيلي لمعرفة الجميع بأن هكذا لجنة يمكن أن تشكل إلا بمعرفة نتنياهو، وإن لم يكن كذلك موقف. شكرا لك دكتور أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا على الهواء مباشرة من الخليل.